بعوضة الزعجة المصرية هي حشرة تنشط وتلدغ أثناء النهار وتتكاثر بوضع الأنثى بيضها في المياه الراكدة، متسببة في نقل العديد من الأمراض كالحمى الصفراء ومرض زيكا وحمى الضنك، والتي تعد من الأمراض الفيروسية التي تتمثل أعراضها بارتفاع في درجة الحرارة وصداع حاد، ألم خلف العينين، طفح جلدي، وألم في العضلات والمفاصل، فقدان الشهية والغثيان والقي، إعياء عام. عزيز المواطن والمقيم، إن تعرفك وتعاملك السليم مع أماكن تواجد البعوض يحد من تكاثره، فاحرص على تفريغ أوعية تخزين المياه وتنظيفها بالفرشاة كل 5 أيام، التغطية المحكمة لخزانات المياه، التخلص من المياه المجمعة مع الأخذ بإجراءات الوقاية الشخصية، وذلك بارتداء ملابس مغطية للجسم، استعمال المراهم الطاردة للبعوض، تغطية النوافذ، رش المبيدات الحشرية المنزلية. تعاونك معنا وقاية لك ولمجتمعك. بدأنا فلنكمل معاً.